دنيا عبد العزيز انت منوره الدنيا كلها مش البرنامج بس على فكره ربنا يخليك يا تاني وانا سعيد وبعتذر عن ربع ساعه التاخير اهو انا بقولها عش... تلت ساعه تلت انا اعمل ايه انت ساكنه جنب الاستوديو لا حتى وأنا... لو بعيد كنت هاجي في معاني بقى معروفه وللاسف نفسي اتغير يعني نفسي ابقى اتاخر كده لا بس انا هقولها خلي بالك ده التزام دنيا اكتر نجمة وفنانة جت في ميعادها والتزمت وحتى في ربع ساعة اتأخرت بعد تقول أنا هتأخر ربع ساعة فده حقك لازم نعترف ليه. ليه عندك تلت ساعة اه فأنا بقولها أنت نورت الدنيا كلها بتكلم بجد حبيب. واللازم أقوله قبل ما نطلع ونكمل حلقتنا ونبتديها دنيا عبد العزيز جواها حب وتقدير لزمايلها واهتمام بالناس اللي حواليها مش باين عليها الجانب الانساني عندي الله. اه ما شاء الله خليني كده باينه ان انا اه الجانب الانساني ده بي... ما هو ده كنت عايز اساله انا قبل ما اعرفك كنت دايما بشوف شخصيه نقدر نقول انها مش بتدي مساحه ان حد يحتك معاه لكن بعد ما اشتغلنا مع بعض واحنا دي السنه الرابعه باذن الله ربنا رب هنشتغل شاء الله. مع بعض بإذن الله. لا جواكي حب للناس اللي انت بتختاريهم لا انا ما شفتوش من زميل الحقيقه لغايه دلوقتي ربنا يخليك والله مش عارفه اقول لك كده ليه؟ ليه بتخبي الجانب ده فيكي؟ مش بخبي هو أنا بتفهم غلط طول عمري مم. يعني أو ببان حد غير الحقيقة مم. بس هو اللي بيقرب مني بيعرفني بيكتشفني فحلو يعني حلو إنك تبان حاجة تانية مش بتشرحي نفسك في الأول؟ مش ده ممكن يكون مثلا عامل نوع من أنواع عدم الفهم بينك وبين زمايل تانيين ممكن يكونوا مثلا وطبيعة طبيعة الب... بنات مع بعض تكون مختلفة كمان لا هو انا مش بعرف افيك قوي الحاجات يعني مش يعني انا انت غالي عندي مش بعرف اقول لك يا روحي مم. يا حياتي يا لكن في المواقف هتلاقيني معاك صح يعني انا مش برغي مم. مش بقول كتير مش بعمل يعني مش عارفه اقولها لك ازاي بس انا بحب من قلبي ما فعلا. بقعدش اتكلم كتير مم. يعني زي اللي بيقول لك افعال لا اقوال فأنا في مشاعري صادقة جدا ولما بحب بحب ولما بتوجع بتوجع ولما بتص كل حاجة كتير كده يعني يا أبيض يا أسود يا أبيض يا أسود اه مفيش رمادي ده للأسف عندي مش موجود للأسف الطبيعة دي في الوسط الفني ضرتك ولا فادتك؟ ضرتني طبعا كتير في الحياة عامة مش في الوسط بس يعني هي فكرة إن مفيش رمادي دي دي ضراني أغلب الوقت لكن دي شخصيتي يعني و... ومش هعرف أتغير تعالي نروح لطفولتك مم. وندردش كده ونشوف دنيا عبد العزيز على مدار الفتره دي كلها اتكونت ازاي انت اتولدتي في سوريا ثم عشت في الكويت مظبوط ده صح مذاكر اه اه الجديد على فكره عندي انا عارف سوريا بس ما اعرفش الكويت دي على فكره لا 10 سنين في الكويت 10 سنين اخدتي ايه من هنا وأخذتي ايه من هنا وجيتي مصر امتى وخالتي كانت متجوزه عراقي لو عايز بلاد ثانيه آه يعني بنات آه. خالتي عراقيات يعني نص عراقي نص مصري لا نص عراقي نص سوري اه خالتك صح انا اسف نسيت اه وامي نصها اردني ونصها سوري يعني هتلاقى انا الفرع آه المصري يعني الفرع المصري من العيلة اه اوكي بس هتلاقي كل الجنسيات اللي انت عايزها موجوده جدتي فلسطينيه ايه ده؟ فاه تحبي ايه حضرتك؟ بتكلم عن ايه؟ <applause> طب انت شايفه نفسك ايه من كل الجنسيات اللي في حياتك دي؟ انا كوكتيل طبعا واخده من كل حاجه حاجه لكن الحب الكبير والانتماء والدفاع والمصر مصر يعني انا طول الوقت ب... يعني بتنطط عليهم انا <applause> انا المصريه <تصفيق> <تصفيق> فأنت... انت شايفه نفسك مصريه قلبا وقالبا انا مفهوم. مصريه قلبا وقالبا يعني حتى لما كنت عايشه في الكويت وانا طفله قد كده بريئه لسه ما فيش اي حاجه حسيتها اتجاه اي بلد ما لحقتش يعني الاغاني بقى الوطنيه كانت بتاثر فيا وعيط وأنا لسه ما لحقتش اكبر ولا افهم حاجه بس انا مصريه جدا بقلبي يعني <applause> انت على مدار عمرك انت وحيده وحيده الاب والام انت مالكيش اخوات ماليش اخوات اخبار الطفل الوحيد ده ايه؟ والله هو حاجتين يعني مدلل <applause> <applause> طبعا و... بس يعني غير انه مدلل طول الوقت كان في سبوت عليا رعب عليا فما تروحيش ما تجيش ما فيش يعني كان في ممنوعات كتيره طول الوقت و... والازمه الحقيقيه بقى بتاعت ال... الوحيد اللي حصلت لي يعني هتكلم عن نفسي اني دايما كان عندي احساس ان انا مفتقده اخوات <applause> فأي حد كان في حياتي من الصحاب او اللي كنت فاكراهم صحاب بحبهم على طول فاخد على دماغي على طول يعني انا كنت بفتح قلبي على طول واي حد يبقى صاحبي جدا و... وعلى طول مع بعض ونبقى كلوز جدا واخد على دماغي ففكره اني وحيده دي خلتني ابقى عايزه ناس كتير في حياتي طول الوقت وده كان غلط طبعا لغاية دلوقتي لسه بتنخدع في الناس؟ أنا من بعد عشرين عشرين حصل لي تحول تاني في الحياة مم. ما بقاش في ناس عشان أنخدع فيهم يعني الناس اللي موجودين هم اللي اتغربلوا من الدنيا دي وفضلوا وهيفضلوا اللي هم الحقيقيين في الحياة مم. اللي ظهروا في الموقف الحقيقي اللي كنت محتاجاهم فيه وخلاص مش مش هيبقى فيه خداع يعني مش هيبقى فيه وجع بعد كده مش هتصدم يعني الكويس خلاص موجود اللي مش كويس مشي فما بقتش بت... عندك كم صديق في حياتك دلوقتي لو نعدهم على ايدين لا كتير م. يعني حقيقيين حقيقيين سبعه ثمانيه بيور يعني سبعة تمانية كم واحد في الوسط الفني وكم واحد بره الوسط الفني؟ في الوسط ثلاثة آه، عمرو محمود ياسين؟ طبعا أنا عارف مم. أنا فاكر إن وقت عزا والدتك رحمة الله عليها هو كان مهتم بيكي جدا وكنت معاه في عربيته وكان هو لازم يعني يقول من العيلة يعني مش مش صديقه خلاص عمرو من شاركوني رحلة كفاح المرض بتاع أمي و... وازاي هنقول وازاي هنخبي وازاي هن... يعني عمرو من ال... من القريبين جدا يعني مين تاني حد؟ ميدو عادل ميدو عادل؟ طبعا انا ما اعرفش آه. ميدو عادل واحد من الناس اللي نزلوا مع امي تحت يعني نزلوها فميدو برغم ان ميدو مش صداقه قديمه مم. يعني احنا من 2018 تقريبا او 2017 ولكن كاننا متربيين مع بعض يعني مين الثالث؟ ميسره ميسره يس. تلاتة دول هم أهم تلاتة. دول القريبين أوي قوي أوي يعني م. في ناس كتير طبعا أكيد حبايبي أكيد, يعني. أكيد أكيد ولكن دول اللي هم من من العيلة م. تعتبرهم عيلة صاحب بيبقى عيلة أه عالة. طبعا في ناس بتبقى خلاص يعني بعتبرهم أخويا أختي بنت خالتي مننا وعلينا يعني مفيش فروقات بينا يعني طب لو هنرجع للطفولة مش عايزين نروح للحتة دي هنروح لها بعدين لو نرجع للطفولة كانت طفولة سعيدة ولا طفولة ملخبطة؟ لا لا طفولة عظيمة عظيمة مدللة ومرفهة و... بس هو انا ايه كنت تحس ان انا آه دماغ قوي يعني طفله بس على كبيره يعني آه طول الوقت حتى اللعب ما كنتش بلعب بعروسه بحب اللعب اللي فيها افكار وبازل آه مش عارفه يعني كانوا يقولوا لي دايما دماغك سابقه سنك ولما كبرت كل صحابي اكبر مني ما كانش في حد من سني كل أصحابك اكبر مني اه يعني حتى لما يجوا صحاب امي كنت احب قوي اقعد مع صحابي اقول لك على حاجه يعني انا مثلا حتى لما كبرت في في مرحله المراهقه والشباب وكده لو صحابي خارجين ومثلا في ناس صحاب امي جايين يقعدوا معانا يوم الخميس بقى يتفرجوا على فيلم او ايا كان بقى النهارده هنحط موفي وبتاع انا ما احبش اخرج مثلا اسهر مع صحابي او نقعد في كافيه او لا احب اقعد مع الناس الكبار انا قعدني مع الناس الكبار ابقى سعيده جدا بتلاقي نفسك معاه اه اه ودلوقتي بحب الكبار في السن قوي بقى دول بقى عني معاهم ما ما عنديش اي مشكله بالساعات هستمتع جدا اكتر حاجه كنت محرومه منها في الطفوله ايه؟ او كانوا فارضين عليكي ان الجانب ده لا هو كل حاجه لا يعني بس مش مش في الطفوله لان الطفوله عادي يعني بعد الطفوله يعني ممنوع مثلا رحلات المدرسه دي مستحيله عمري ما رحت رحله في المدرسه ليه؟ في حياتي، يعني إيه أنا أركب أتوبيس وأروح رحلة مع الباص ومع زمايلي ومفيش الكلام ده؟ بيخافوا عليك آه م. كان في خوف أوفر بقى من من الوالد ولا الوالدة؟ لأ من أمي، أنا ما مع أبويا خالص، أبويا توفى من زمان أنا كنت هسألك السؤال ده عشان آه. أنا على مدار ما عرفت بيكي عمرك ما شفتك بتتكلمي عن والدك، كان آه عندي فضول علاقتي يعني. بأمي هي الأساس وجدتي أم أمي كانت عايشة معانا فهم اللي كانوا عاملين بالانس حد يشد وحد يرخي وهكذا فلكن ابويا ما معشتش معاه خالص توفى وانت عندك كم سنه 8 سنين بس هما كانوا متطلقين منفصلين يعني آه, اه فانت ما شفتهوش كتير خالص فاكره جدتك طبعا دي العشق دي الحب الكبير لا هتفتكريها معانا دلوقتي ايه اكتر حاجه او ما تفتكري جدتك بتيجي في بالك ايه التصرف الاول اللي كانت بتعمله معاكي كانت بتدلعك ازاي كانت بتشد عليك ازاي عايشيني حالتها حالتها انها هي اسطوره هي مش ست عاديه طبعا عاشت حياه غريبه وصعبه جدا هي اردنيه فلسطينيه فلسطينيه مم. انا يعني جدتي هي اللي حببتني في ام كلثوم يعني انا واحده بتسمع ام كلثوم من عندها اربع سنين مم. فالحياه كانت عباره عن ام طول الوقت في البيت الست كريمه جدا بتحب الناس قوي بتحب يعني متعتها ان انت لو جاي تقوم تعمل لك اكل ف بتحب ترحب بالناس طول الوقت م. كان في ارتباط كبير بيني وبينها وبعدين انا هي بالنسبه لي الدلع يعني اللي بيتقال كل كل دول بيقولوا لي لا هي يمكن تقولي لا يمكن تقول لي لا الحاجه اللي انا بحبها هي خلاص بتحبها في حنيه فظيعه وبعدين هي عندها 12 حفيد من خالتي وخالي و... آه آه ف... لما تعبت ويعني و... اخر فتره في حياتها اخر كام سنه كانت معايا انا بس وعاشت معايا يعني و... في مصر ولا في مصر وفي و... الاخر بدات تنسى بقى يعني كان في مرحله آ... آ... نسيان كبيره ما... ما كانتش بتفتكر حد غيري دنيا بس ده الاسم اللي كان على طول في دماغي فلا دي قصه الله يرحمه الله يرحمه توفت كان عندك كم سنه توفت كان عندي 22 سنه 22 سنه مم. دنيا انا من ساعه معرفتك من مثلا بنتكلم من اربع خمس سنين دنيا مش لوحدها يعني دنيا هي جودي هي والدتها انتوا الاثنين واحد كنا مثلث دنيا وجودي ومريم مريم جدتي جدتك بس الله هي عم. مشيت الله يرحمها ف... الله يرحم. ففضلت انا وجودي دايما اللي كان يعرفك بيعرف جودي، اللي بيصاحبك بيصاحب جودي، طبعاً. اللي بيخش حياتك بيخش حياه جودي وهي نفس الشيء. م. الام شيء عظيم في الحياه وشيء هو اساس كل شيء في الحياه. لو انت دلوقتي يرجع بيك الوقت هل ارتباطك بوالدتك بالشكل ده حاسه ان هو كان زايد على الحد اثر في حياتك في الوقت الحالي ده انا ربنا اداني اكبر نعمه في حياتي اداني حاجه ما اداهاش لناس كتير مم. قصه الحب دي لانها قصه حب هي مش إيه؟ قصه حب ده انا متعني متعه انا ما يعني ما حدش بيستمتع بيها مم. بهذه الدرجه لا ده الارتباط ده كان عظيم اه على قد حلاوته على قد وجعه اللي هعيش فيه عمري كله بس انا عشت عمر اسعد واحده في الدنيا سعاده انا عايشه بتحب وبحب انا كل معاني الحب اللي في العالم خدتها منها يعني شبعت حب منها علمتني احب الناس علمتني احب الخير للناس هي كائن محب فقط فلا لا الارتباط ده كان اعظم حاجه في حياتي انا كان قصدي في ايه يا دنيا ان انا اتوجعت بعد كده انا حاسس ان إنتي جزء من حياتك انت وقفتي بعد وفاه والدتك هذا جزء خلاص دي كان في دو زي ما انت قلتي في دنيا ثم اصبح في دنيا تانية بعد طبعا شو. لا هي الحياه وقفت هي الحياه بتستمر دلوقتي لان ربنا عايز كده م. ف يعني هو ربنا اللي عايزني اكمل هي تمشي وانا افضل م. وانا يعني دي اراده ربنا دي حاجه مش بايدي لكن كحياه كشغف كحب للحياه م. لا كل ده انتهى طبعا م. ما عنديش حاجه فارقه يعني الحاجات اصلا اللي بتفرح هي بتوجعني ان انا اطلع استلم جائزه وامي مش قاعده بتسقف لي دي اكتر لحظه ممكن اتوجع فيها مش اتبسط فيها فهي الحياه بالنسبه لي كمشاعر انسانيه بجد لا خلصت وقفت بس انا مضطره اكمل عشان ربنا عاوز كده وعشان في ناس بتحبني وانا بحبهم لكن ما بقاش في بقى اللي هو انت عارف اللي هو اندهاش والانبهار والمشاعر دي لا خلاص اي حد هيجي اي حد هيمشي اي حد يعني حتى الناس اللي بتفارقنا الله يرحمهم اللي, اللي بيوجعولي لي قلبي ما بقتش بقى أنا كنت أي ح... لو حد حرارته عليت نص درجة أنهار، يعني يجي انهيار. دلوقتي خلاص يعني الله يرحمه. أصل بعد بعد أمي هيحصل إيه؟ إيه حاجة هتحصل كارثة بعد أمي, أمي ما تمشي؟ مفيش حاجة خلاص أمي مشيت. ففول ستوب كده نقطة وخلاص الموضوع خلص. الحياة وقفت. مش لا. عايزه اكئبك لا لا, لا <applause> بالعكس انا <applause> لا انا اللي يعني. عايزه انا اسال في الموضوع ده بس مم؟ انا مش عايزه اضايقك لا لا أخوة. لا انا انا بتكلم انا بتبسط لما بتكلم عنها اصلا طب حلو طب تعالي نعيش جودي رحمه الله عليها الحالة بتاعتها انا لغايه دلوقتي على جروب القران اللي انت عاملاه لوالدتك الله يرحمها يا رب وما بلحقش ان انا اخد جزء اراه عشان ما شاء الله بتنزل الاجزاء الحمد لله كل الناس اللي موجوده في الجروب تم اخذ الاجزاء كلها من ساعه ما والدتك توفت انا في ناس بتعمل جروبات لاهاليهم بعد الوفاه وبعد سنه اتنين ثلاثة في ناس بتنسى وفي ناس انت لغايه دلوقتي الجروب ده قائم الجروب ده انت بتتابعيه بنفسك الجروب ده انت بتوزعي الصوره القرانيه على اصحابك انت عندك وفاء لوالدتك بتتعاملي كما لو كانها لسه عايشه جنبك بص يا تامر هو احنا كنا عايشين عشان بعض فدلوقتي انا بحس ان ربنا سابني عايشه عشان اعمل لها بس يعني انا عايشه ليه دلوقتي عشان اعمل لها اللي اقدر عليه طبعا فهي ده مش حاجه مش وفاء هو ده اللي معيشني ان انا اقدر اعمل حاجات لأمي تنفعها هو ده الهدف الرئيسي من وجودي بالنسبة لي أنا دلوقتي يعني أنا عايشة بعمل إيه أي حاجة أعملها لأمي هو ده اللي بيفرحني بيسعدني بيهديني يعني دي متعتي في الدنيا دلوقتي فهو مش مش أنا عايشة ووفية لأمي لأ هو هو أمي بعدين نشوف بقى أي حاجة تانية يعني بس. بعد ما والدتك توفت انت بيتي خايفه تكوني ام عشان حاسه ان انت مش هتقدري تعملي ده مش خايفه انا فقدت احساس السعاده والمتعه بالاشياء بعدها يعني فكره التمثيل انا سافرت بعدها ما مشيت قلت مش همثل تاني امثل ليه يعني وانا كنت بمثل عشان هي تتفرج عليا وتتبسط م. غير ان انا طبعا بحب الموضوع ده يعني فبداوا يقنعوني ويكلموني واقتنعت وي 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 من زاويه عشان حاجه تانية خالص تمام فكره ان انا دلوقتي اجيب طفل يعني ايه اجيب طفل هي ما تشيلوش هي ما تشوفوش يعني اعمل بيه ايه يعني انا قصدي كل السعاده كانت من خلالها يعني انا لو كنت اعجبت بحد في حياتي لما هي قالت لي الله الولد ده حلو والله <applause> اعجبت بيه على طول <applause> ف يعني قصدي مشاعري كانت بتتحرك من خلالها ف يعني اول ليله عرض زقاق المدق مثلا كنا بنعرف يعني في اسكندريه تعاسه يعني هي فين؟ دايما بتبقى في الصف الاول وتسقف هي مش موجوده كارثه بس طبعا مش طول الوقت بقول كده عشان الناس مش طول الوقت ذنبها تسمع آه كتلة آه نكد يعني عكس يا دنيا أنا لكن... عايز الجانب ده فيك يظهر ليه؟ إحنا دلوقتي بقينا نشوف قصص لأبناء بيضربوا آبائهم وأمهاتهم، شفنا قصة بورسعيد البنت اللي قتلت أمها طب القصه دي مثلا رايك فيها لا دي. بس دي حالات شاذه يعني ده مش حالات طبيعي في مشكله آه لا حقود بيحصل من الوقت للتاني وانت في ايدك لما بتحكي قصتك تعلمي الناس يعني او مش تعلم نعرف إن الوفاء ما بين الابن ووالده ووالدته ده لازال موجود فينا مهما كانت ظروف الحياة صعبة طبعا بص هو أنا عندي هي هي ليفلز برضو يعني قصتي أنا مختلفة شوية مش شبه حد في ناس طبيعيين وكويسين مع أهليهم جدا جدا ومعتدلين. معتدلين معتدلين وفي جيل بقى قاعد على التليفون <applause> يعني حاسس ان ابوه وامه دول هيعيشوا طول العمر ما بيحسوش بقيمه الحاجه لما بتروح منهم <applause> ولما بيعيطوا بيعيطوا ندم مش بيعيطوا بس يعني حب ف فكره ان انت طول الوقت ضامن ان اللي انت بتحبه ده موجود دي كارثه لان العمر ده كده في لحظه اللي بنحب ده في اطفال بتروح مننا <applause> فاللي يعني الاب والام دول حاجه م... مش هيجوا تاني اخ ممكن يجي تاني ابن ممكن يجي تاني زوج ممكن يجي تاني كل صديق ممكن يجي تاني لكن ابوك وامك مش هيجوا تاني اللي ف... ما عندوش ده من قلبه يعني مش حاسس ده مش هيحسه يعني مش هتعرف تغير فيه حاجه دي حاجه بتتخلق ربنا بيحط بيدب في قلبك كده الحنيه لاهلك او لا تعترف يا دنيا ان انت عندك اكتئاب من ساعه ما والدتك توفت وانت مش عارفه تتخطيه مع نفسك طبعا مم. انا طول الوقت بمثل مم. اني عايشه اكيد طبعا انت عارفه انا حاسس ده بس انا يعني ما كانش عندي الجرأه ان انا اسال السؤال ده واضح وصريح خير لا بعد. انت تسال اللي انت عايزه انت بالذات تسال اللي انت عايزه ربنا يخليك يا, يا, يا رب دنيا اكتر حاجه كنت بتعمليها مع مامتك ايه اكتر شيء مشترك كنت بتعملوه مع بعض كل حاجه يا تامر مم. يعني هو احنا كنا بنصحى نشوف بقى مين فينا عايزه تعمل ايه كل حاجه صعب جدا اكتر موقف صعب اكتر حاجه عليك. مش مشتركه بيننا آه. الاكل هي كانت اشطر واحده بتطبخ في العالم وانا آه. ما بعرفش اسلق بيض لا والله اه والله اه ده في موضوع الاكل ده آه, اه اه انا ما كنتش بعرف يعني اجيب كوبايه ميه آه. يعني كان في دلع اه بصراحه إيه اكتر شيء كنتوا مختلفين فيه لا هي بقى عندها شويه حاجات مع السن بدات تخاف يعني بقى عندها مثلا فوبيا من الادوار العاليه بقت ما بتحبش البحر يعني انا كنت ممنوع انا اخد بنانا بوت وادخل وبتاع والكلام ده من وراها بس اول ما ارجع اقول لها ان انا عملت يعني يعني انا اخبي لكن ما اكذبش يعني مستحيل كنت اكذب عليها فاقصد ان كان في شويه حاجات كده ايه ممنوعات في الحياه ممنوع بحر تخشي جوه في مركب ممنوع مش عارفه الباراشوت ايه حاجات بقى كده كل الكلام ده نو no واي فدلوقتي بقيت خلاص لو حاجات اللي ممكن اعملها بقى م. لا مش بعملها عملت سنوركلينج بس يعني بديش حتى بعد وفاتها مش عايزه تعمل الحاجات اللي هي كانت بتضايقها او انا صح اه اتعودت انك ما تعمليش الحاجه دي لا اعمل حاجه ما كانت بتخاف منها ليه قبل ما والدتك تتوفى انا كنت متابع البوستات وانا ما كنتش اعرف ان انتوا يعني آه انها بتمر بازمه صحيه بس فهمت ان ان انت عندك علم انها في مراحل متاخره القصه ابتدت ازاي ومشيتوا المشوار ده ازاي وقعد كام سنه القصه هي فيلم شويه ما ما بسهوله كده يعني بس حاول اختصرها لك هي بدات في 2018 و... واصلا امي شخص حساس جدا جدا ومشاعرها رقيقه زياده عن اللزوم وخوافه يعني هي طفله يعني لما النور يقطع تقولي ايه ده ده في حرام يدخل علينا لا يا ستي لا النور قطع فهي بيبي جدا فاللحظه اللي اكتشفنا فيها الموضوع هي واقفة قامت كده بت بتحط هدومها عليها وانا بلف بقول للدكتورة ايه الأخبار؟ قالت لي أمي مش سامعة بس بس قريبة بس مش سامعة. قالت لي هو غالباً ورم وخبيث. فأنا لفيت كده يعني هو في دموع مع قلبي هيقف مع ريقي بيتبلع وطلعت خطوتين قدام قالت لي قالت لك ايه؟ قلت لها لا قالت لي ريبورت مش النهارده وانا ببتسم وجوايا كارثه يعني فيه تحط في خنجر اتحط في قلبي وبدات الرحله بقى وما قلت لهاش م. وطبعا انقسموا الى شقين الناس القريبين ان قولي لها وناس قالوا لي لا ما تقولي لهاش بس اللي يعرف شخصيه امي كان عارف كويس جدا انها لو كانت عرفت كانت هتروح بعد ثلاث دقائق يعني بدات الرحله وكملنا وحصل حاجه في النص هي خفت بعد سنه الدنيا اتظبطت وحصل حاجه الدكاتره نفسهم قالوا لي دي حاله نادره واحنا ما شفناش الكلام ده قبل كده واللي بيحصل ده طبعا انا بسمع كل الكلام ده وعندي يقين ان, إن هي تخف في الكلام ده يعني هنهزر انا دخلت العنايه المركزه وقاعدة بقى حطيت ما محدش مصدق ان انا في العناية المركزة حتى كنبة وقاعدة وما بتحركش وكل الناس بتيجي احنا في عناية مركزة مش هسيب امي انا مش ه... طب خدي اوضة تحت لا ولا اوضة انا مع امي. وقاعدة في العناية المركزة ومتأكدة ان احنا مروحين سوا. م. يعني وانا عارفة والدكتور قايلي وخلاص بس انا متأكدة ان احنا مروحين سوا. دي في المر في الفترة الأخيرة ده آخر آخر حاجة آه بس اللي حصل دروب بقول لك في النص شقلب الدنيا وما نعرفش الدكاتره كلهم قالوا لي ده احنا ما شفناش الكلام ده المرض رجع ظهر و... بشراسه اه وظهر في حته غريبه جدا و وفي وك... و... 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 عشرين يوم الله يرحمها الله يرحمها اكتر حاجه كانت بتوصيك عليها ايه اكتر حاجه كانت بتبقى حريصه انك الدنيا تعملها مفيش حاجه في ساعتها او في الايام الاخيره بتوصيني عليها هي م... هي ما كانتش ما كانتش عارفه انها تمشي ولا عايزه تمشي ولا عايزه تسيبني اخر لقطه ماسكه ايدي ودموع نازله لانها سايباني فهي ما عندهاش وصيه هي عندها تربيه هي طول الوقت بتربيني بطريقه معينه ما نخبيش على بعض حاجه ما نكذبش آه... ن... ن... نحج... بتحجمني لما ب... ب... بفكر في حاجه غلط لما بعمل حاجه غلط هي طول الوقت بتوجهني وعايزه أقولك على حاجه امي عمرها ما ضربتني فح... وانا طفله عمرها ما عملتلي كده بس كانت تبص لي البصه حتى وانا شحطه كده كنت اهر على روحي هي خلتني احبها قوي لدرجه اني لما اغلط اخاف على زعلها كل حاجه طلعت بالحب في العلاقه دي يعني هي ربت الاساس حب انا بحبها فأخاف أزعلها وهكذا يعني لكن اقصد ما فيش حاجه بعينها وصيه يعني الله يرحمها يا رب الله يرحمها و... يعني. وحاله حلوه الحاله اللي, اللي انا بعيشها معاك دلوقتي يعني بنفتكر والدتك حاجه يعني الخير في امتي الى يوم الدين وان و و احنا نكون بارين باهالينا ده شيء عظيم ده نتمناه فيما بعد ان يكون ولادنا يا رب بارين بينا بالشكل ده وانت بتحكي انا افتكرت ابويا الله يرحمه ف الله معاكي بس انا عايزه اقول لك على حاجه بس بمناسبه ماما قابلت زميله من ال من الزملاء كنا في في عزا فطبطبت عليا كده وقالت لي بجد يا بخت امك بيكي الله يرحمها يعني يا ريت كل البنات زيك فطبعا الناس شايفه ده يعني زي ما انت دلوقتي بتقولي وفاء ومش وفاء لا وانا مش شايفه كده خالص انا كابنه جنب امومه امي صفر فرحت رد قايله لو البنات عندهم ام زي امي هيبقوا احسن مني 100 مره فهو الاساس امي يعني هي كانت ام ما فيش شبهها. أم بس. يعني هي كانت أم بس، ما... الحياة عبارة عن إنها أم. ما بتفكرش غير في بنتها وبس، عايشة عشان بنتها وبس. مم. فهي اللي كانت محبة ومعطاءة ومخلصة ووفية، أنا ولا حاجة، بالعكس ده أنا مكملة حياتي أهو، هي مش موجودة. مم. يعني أنا طول الوقت بحس إن أنا مقصرة. ما حاولتش تتجوز، ما حاولتش إطلاقاً. نهائي، مع إن جالها ناس كتير قدامي يعني، مم. وبترفض طول الوقت. الحياه دنيا يعني الله يرحمها يا رب يرحمه. دنيا انت مثلتي في سن صغير ايوه وكنت ملفته يعني شكلا واداء يعني في جيلك لما طلعتي ما كانش لسه المتعرف عليه ان في شباب صغير او اطفال يعرفوا يمثلوا مم. فكنت اخد العين جامد جدا كنت بتعملي ايه وظهور النجوميه دي في حياتك في السن الصغير دي عملت فيها ايه؟ انا ما اعرفش اصلا عرف تعمل كده ازاي يعني انا كنت جايه من الكويت من البيت للمدرسه ومن المدرسه للبيت بس طبعا طول الوقت كنت برقص وبغني وبقلد وفوازير شريهان ويعني في غرام للموضوع حتى اصدقاء امي اللي من الوسط من زمان يعني الله يرحمها امي الثانيه دلال عبد العزيز طبعا أستاذ <applause> سمير غانم الله يرحمه استاذ عاطف سالم مخرج كبير الله يرحمه كلهم كانوا شايفين ان انا فيا حاجه البنت دي موهوبه قد كده بس فيها حاجه يعني وعشان كده استاذه دلال رشحتني للفيلم كانت ترشح من دلال استاذ دلال عبد العزيز طبعا الله يرحمه الله <applause> فكنت كنت بحب جدا جدا يعني لكن ما خطرش في بالي طبعا ان انا هعمل اللي انا عملته وكانت ثقه ما اعرفش جايباها منين مم. ثقه بالنفس ويعني كاني تصدق فعلا انا دي كنت دي الجمله عايز اقولها آه. إيه واثقه من نفسك جدا مش عارفه مش واثقه دلوقتي قد <applause> كده ساعتها جدا لا وعندك ادواتك ولا يعني جدا فنانه يعني عارفه وما عندكيش خوف من الكاميرا وعندك خالص. طبيعيه عايشه بيها مش عارفه ازاي انت عملتي ازاي بعد كده النجوميه في السن الصغير دي عملت فيكي ايه آه لا هي هي خلتني اثق في نفسي اكتر لكن ما غيرتش حاجات كتير هي ادتني احساس بالمسؤوليه آه بقى عندي احساس بالمسؤوليه انا بشتغل وانا طفله كان عندك كام سنه 10 سنين 10 سنين اه عندك احساس بالمسؤوليه وانت عندك 10 سنين اه طبعا عملت ايه باول اجر اخدتيه كان اول اجر كان امتى لان انا كل الحاجات كنت بعملها كادو كل ده كان ببلاش اه في حاجات آه. كتيرة ك... يعني لا كادو بتاع <applause> ما أعرفش جايبها منين اقسم بالله آه فعايزة افتكر أول حاجة عملتها خ... مش فاكرة بس تقريبا جبت سلسلة لأمي حاجة كده يعني بجد؟ اه ده كان اختيارك أنتِ الشخصي يعني اه والدتك كانت معاكي في كل أيام التصوير طبعا ما بتفارقكيش آه. خالص لا لما كبرت بقى على خفيف يعني تزورني كده مره بتاع لكن وانا صغيره طول الوقت طبعا تمثيل والشهره في سن صغير ده بيعملوا مشاكل؟ لا خالص لا ما بيعملوش مشاكل بس على التمثيل... حسب نفسيه الطفل ده م. يعني الطفل ده هيطلع عامل ازاي م. لكن لو في بالانس في تربيه على الناحيه الثانيه يعني انا امي جات قالت لي بصي انا مثلي زي ما انت عايزه بس في حاجه اسمها دراسه م. لو قصرتي فيها انسي مش هتشوفي التمثيل ده تاني ابدا م. فطبعا انا اصلا كنت دحيحه فالموضوع بالنسبه لي عادي يعني ايه <applause> دحيحه كام انت جبت كام <كمتسر> ثانوي <applause> لا استني بقى <applause> 89 لا يا شيخ ايوه بجد إنتي انت خريجه ايه؟ معهد سينما قسم اخراج اه انت حتى بال انا لسه هعرف انا عارف البطاقه مكتوب فيها مخرج انا عارف جدًا الموضوع جدا مرتبه بت... الشرف ما شاء الله أوه. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله لا يعني انت في جميع الاحوال والدتك ما كانتش محبزه او كانت نافيه فكره التمثيل بس هي فكره ان انت تبتدي في دراسة آه هي ما عندهاش مشكله في موضوع التمثيل الا لو هياثر على دراستي لا دار. ما فيش الكلام ده آه وطبعا كانت صدمه موضوع معهد سينما لان ومصادمه الادبي ده لان هي كان يعني هي دكتوره صيدلانيه وابويا دكتور صيدلي فكانت بقى عايزاني اخش آه نفس المجال وانا طبعا فوبيا حقن قلت لها انت بتقولي ايه الموضوع انسيك الكلام ده خالص آه. يعني فانت رفضتي آه. أه لا انا مش يعني كل واحد عنده ربنا مديله موهبه في حاجه يعني بحب المزيكا بحب الرقص بحب التمثيل مم. انا اشوف دم بيغمى عليا يعني اطلع دكتوره ازاي مع ان وانا صغيره خالص بقى قبل ما نعرف الفوبيات دي كانوا يقولوا لي نفسك تطلعي ايه اقول لهم عايزه اطلع دكتوره كلى دكتوره كلى اه ده كان ده كان حلمي كنت اه فجأة بقى الموضوع كله اختلف اختلف تماما بس اختلف من فيلم الجراج يعني فيلم الجراج هو اللي أول مرة أحس إن أنا بقى بجد أنا عايزة أنا مش صغيرة وأنا كبرت وأنا عايزة أكمل في المجال ده وهدرس سينما يعني الفيلم الجراج هو اللي غير تفكيري تماما كبرت بقى بقيت مراهقة مش طفلة فخلاني أغير قراراتي ليه درستي اخراج في معهد السينما بطاقتك مكتوب فيها مخرجه ايوه ازاي ازاي مخرجه مش ممثله او مش ممثله هقول لك يا سيدي انا اشتغلت فيلم اسمه المراه والسطور مع أه. المخرج الكبير استاذ سعيد مجدو الله يرحمه الله يرحمه يا رب ابويا الروحي قعدت آه... آه... اراقبه كده وهو يعني طول الوقت بتفرج عليه الراجل ده كان بيعمل كل حاجه بنفسه من اهم المخرجين اللي أه. من وجهه نظري انه ما خدش حقه يعني هو كان ليه مشوار اكبر من كده بس بس هو عظيم حتى إنسانياً كلامه كل كلمة بتستفيد منها ده حقيقي يعني وأنا كان ليا حظ إن أنا يعني عشت معاه سنين طويلة في, في نجاحاته وفي مرضه وفي كل اوقات حياته كنت زي بنته يعني الله يرحمه انت عايز اقول لك للصدف ما دام انت ذكرتي الاستاذ راحل سيد مرزوق ان انا كنت زميل بنته في الجامعه في الجهن والله. كنا بناخد دروس في البيت عندهم فانا كنت جيجي. انا خريج تجاره انجليزي القاهره فعادنا فترة سنين مع بعض وتعرفت عليه بس ما كانش بالي تمثيل حتى يعني كنا اصحاب جدا يعني الله فلما ذكرتي اسمه يعني ايوه جيجي. يا حبيبي الله يرحمه الله يرحمه, الله يرحمه. <applause> فهو اللي حببني في ان انا لقيته بيعمل كل حاجه م. هو بيكتب السيناريو هو بيراجع الورق هو بيمسك ال... السبونج يعمل بيها وش فنانه نبيل عبيد وبعدين كنت اسمع دايما من وانا صغيره ان الممثل الكويس بيطلع من تحت ايد مخرج كويس صح ده فعلا قلت الله طب ما انا حاسه ان التمثيل ده موهبه مدرس اخراج الاخراج ده تكنيك وهفهم بقى واتعلم وعلم نفسي م. مش هو الممثل كويس بيطلع من تحت ايد مخرج كويس اتعلم م. انا بقى م. فدرست بقى الاخراج مع انك ممثله مطيعه للمخرج وممثله بتسمع كويس جدا للمخرج وبتعرف تقايم المخرج الشاطر طبعا مش هسالك مين مخرج شاطر م. بس هسالك هل عندك مخرجين بلاك ليست متشغليش معاهم في آه طبعا مين اكتر مخرجه ست مؤمنة بيها. ساندرا نشأت. ساندرا نشأت. مم. انا اختفت من على الساحة. اه وبعد كده طبعًا كاملة أبو ذكري. أكيد طبعًا. طبعًا. آه ليه في عندك مخرجين بلاك ليست؟ بسبب إيه التصرف اللي عملوه معاكي فأنت قررت إنك مش هتتعاملي معاهم تاني؟ لا يعني مثلًا كان في آه 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 ورق معين داخلين نعمله في فيلم م... في فيلم ما، مم. ولقيت آه حاجة تانية اللي اتعملت ولقيت الموضوع يعني اتغير ومفيش ترتيب ومفيش تنسيق وفي عبث ومفيش نظام يعني مفيش الافكار مش مرتبه م. وما بنعمل اي حاجه كفته فيلم م. طلع كفته ده لا طبعا ما هو ده مخرج انت اللي بت... برب العمل زي ما بيقولوا فلازم ت... يبقى الورق مظبوط والتصوير مظبوط والدنيا مظبوطه ونطلع حاجه لائقه يعني بالجمهور حتى لو بنعمل حاجه فاني بنعمل كوميدي وات ايفر لازم نعمل حاجه كويسه يعني. أحترم بيها الاخرين. م. هل في الوقت الحالي تشتغلي من اجل الانتشار ولا تشتغلي عشان <applause> انا اخر واحده بتشتغل عشان الانتشار دليل ان بقالي كام سنه ما عملتش سينما دفع. مع ان بيتعرض عليا كل يومين فيلم م. لكن مستحيل اعملهم م. لان الافلام اللي كويسة اللي بتتعرض دلوقتي وبتتعمل دلوقتي ما تعرضتش عليا لو تعرض عليا فيلم كويس هعمله الافلام اللي هي كل يوم دي مستحيل اعملها ده. اه وحتى انا من 2011 ل 2015 ما عملتش دراما رجعت بحواري بوخارست قعدت برضو فتره ما عملتش حاجه لحد ما جالي عمل حسيت انه هيفرق معايا م. انا اخر واحده بتشتغل انتشر انا الناس عارفه وشي من وانا عندي 10 سنين مش محتاجه انتشر انا وده محتاجه حاجه في شعره وانت صغيره اه طبعا م. طبعا لا هقول لك على حاجه فارقه في موضوع الطفوله وال يعني انا الحمد لله الحمد لله ربنا كرمني الحمد لله اني كبرت قدام الجمهور مم. ما وقفتش ده حتى الاربع سنين اللي مم. وقفت فيهم وانا بدرس سينما مم. وقفت وانا اوريدي الناس عارفه شكلي خلاص يعني مش اختفيت ورجعت فجالهم شك فاهم قصدي بس دور كان بتاعك وحد اخده منك مش حد اخده مني هو نصيب يعني مم. اكيد هو نصيب بس يعني الظروف شاءت ان هو يدرش. دور حنان ترك في فيلم سارق الفرح مع داود عبد السيد. يا yeah. اه oh. ازاي ازاي <applause> انت بتقوليها بس ب... لا احكي لك لا بقول دلوقتي زمان ما كنتش بقول خلاص بقى الدنيا اتغيرت وكبرنا وعادي ويعني نصيب كنت ماضيه الفيلم ده اه oh. وبعدين الدنيا لخبطت ايه oh. اللي حصل ما اعرفش ما تعرفيش والله العظيم ما اعرف اتصرفت ازاي ما تصرفتش طبعا ساعتها جدا لان ليه اصلا تجيبوني يعني انا عمري ما كلمت حد ولا قلت لحد عايزه اشتغل معاك ولا نفسي امثل معاك ولا عمري حتى لو نفسي في ده فعلا بتكسف يعني لا يمكن وزي ما قلت لك زمان كانت الكرامه والثقه رهيبه فهم اللي طلبوني وهم اللي كلموني وهم اللي كانوا عاوزيني ف... وبعد كده جابوا حد تاني بس انا ما اتضايقتش بعد ما شفت الفيلم يعني لان حنان ممثله مهمه جدا يعني عرفت تضايق امتى لما يجيبوا بدالك حد اقل منك او اضعف منك لكن حنان ممثله مهمه جدا فطبعا ما اتضايقتش خالص بعدها هل كان في بعض التصرفات من بعض الزمايل آه زملاء ان خلوا ان في بعض المراحل في حياتك كانت صعبه فنيا لا خالص هل في بعض منهم آه كانوا يعني دايما في التمثيل والادوار هم بيعملوا بمعنى كده بيحطوا مثلا اسم جنبيه ثلاث اسامي أيوة. كان عندك مشكله في الاسامي الثانيه اللي دايما بيتحطوا جنبيكي خالص عمري ما كان عندي مشكله مع حد في حياتي خالص يعني بصراحه انا فعلا مش يعني حتى تصريحات انا <applause> <applause> يعني مش يعني انت شخصيه مسالمه جدا او بمعنى صح ماشيه بعرف معين ان ولا تضرني ولا ضرك وما بسعاش لحاجه في ايد حد مبدا الاحترام ده عندك باين جدا في كل تعاملاتك اصل انا بعمل فن يعني انا داخل اعمل حاجه بحسها فليه الصراعات يعني فين بقى المشاعر في الموضوع يعني انا شغلتي مشاعر احس <applause> فلو انا هعمل عركه <applause> يبقى فين المشاعر الراقيه والساميه بتاعت الفنان فانا بالنسبه لي كله نصيب في الاول وفي الاخر كله نصيب عملنا اتشقلبنا رحنا جينا كله نصيب <applause> ونعم بالله طبعا هو كله نصيب قلتي فيلم الجراج وفيلم الجراج ده من 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 اهم افلام السينما المصريه وده فيلم مهم جدا آآ كان آآ في الاستاذه نجلاء فتحي قالت لك وقت تصوير فيلم الجراج ان انت جولييت السينما فاكره طبعا لما فكرة. فكرة. حصل آه هجوم على الاستاذه نجلاء فتحي الفتره اللي فاتت من الصحفيه فجر السعيد فاكره الهجوم ده كان هجوم قبيح ايوه قلت ايه مع نفسك؟ بص في اوقات حاجات كده بتبقى الواحد بيبقى اكبر من ان احنا نرغي. مم. ما حصل هجوم على ميرفت امين على شكلها، شكل ميرفت امين مم. شكلها مم. هو في حد في حلاوتها؟ يعني يقصد ايه؟ هتقول ايه؟ هتطلع تقول لهم يا جماعه على فكره انا حلوه، يعني في حاجات وناس واسماء اكبر بكتير من ان احنا ندخل في جدل ونرغي او نرد حتى مم. او نتضايق. يعني اه ممكن اقول ايه يا جماعه الكلام الفارغ ده لكن لا يمكن اتهز لان دي نجلاء فتحي يعني ايه هتضايق من ايه فكره الهجوم في حد ذاته انك بتهاجمي شخص عشان كبره في السن دي في حد ذاتها الناس ردت يا تامر الناس ردت هي مش محتاجه لانه دي نجلاء فتحي من جميلات الشاشه ومن الفنانات المهمه جدا جدا في السينما المصريه وليها تاريخ كبير يعني انف وتلات عيون ده قلب الدنيا باحلى بنات في مصر يعني فاهم قصدي؟ فاحنا هنتكلم عن ايه؟ يعني مش بتكلم عن واحده حلوه وخلاص هي نجمه ليها قدر كبير في السينما فالناس اصلا ردت غيبتها يعني ودي حاجه لوحدها ترضي ترضي الواحد يعني انت بتخافي من العجز والكبر لا 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 خالص, خالص خالص مش مش في بالك لا لا خالص هكبر هفضل حلوه برضه انت على طول هتفضلي حلوه على طول هتفضلي حلوه بقلبك <applause> وكتبتك وكل تفاصيلك الحلوه اللي انا بقولها عن معاشرتك مش بقولها عن معرف لو نفتكر الاستاذة نجلاء فتحي فاكره عنها ايه في كواليس العمل معاها انت محظوظه جدا ما شاء الله يعني انا اشتغلت مع ناس كميرة. يعني ناس بجد حق محظوظه يعني م. محمود مرسي انا اشتغلت مع محمود مرسي يعني م. في حلاوه اكتر من كده طب افتكرين الاستاذة نجلاء فتحي بكواليسك معاها وافتكرين الاستاذ محمود مرسي نتكلم عن الاستاذة نجلاء فتحي طبعا هي حنينه بدرجه فظيعه هي طالعه كانت امنا طبعا م. فكانت عايزه طول الوقت تبقى قريبه م. عشان ما يبقاش في اي توتر يعني واحنا شغالين مش ممكن الحنيه والطيبه وتقعد تدفر لي شعري و... اه لا فظيعه بنبنايه بجد وفي نفس الوقت ست جدعه م. يعني ب راجل كده مش 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 ضعيفه خالص بس وشقيه ولذيذه م. يعني في تركيبه كده ميكس لكن اقصد كنجمه قمة في التواضع واللطافة وبتتعامل مع الناس بشياكة وبذوق وطول الوقت محتضنانة طول الوقت بصراحة لسه بتكلميها لغاية دلوقتي؟ بقالي فترة بكلم ياسمين بنتها ياسمين ياسمين النجم عشان يبقى نجم أو الشخص إن هو ينجح في حياته لابد إن يكون شخص متواضع ده طبعًا. أساسي طبعا أه طبعا ده مهم طبعا طبعا أنت اليوم اللي هتحس آه إنك وصلت هتبقى وقعت برافو عليك لأن اللي بيطلعك وينزلك هو الجمهور مم. بمنتهى الوضوح يعني مم. فاليوم اللي هتحس بنفسك إن أنت خلاص بقيت مهم الناس دي في لحظة ممكن ت... مم. تحب حد غيرك ده صح. يا صح <applause> أستاذ محمود مرسي يعني... يا محظوظة فاكرة عامل إيه؟ فاكرة إن أنا كنت مرعوبة 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 رايحة أقابل عتريس مم. تاني يوم انا رايحه اشتغل مع عتريس يا ماما والاقي مم. شخص في منتهى التواضع والجمال وبعدين يعني هو مش متواضع بس هو خجول, خجول؟ يعني جدا يعني كنا مثلا كنا بنعمل مسلسل اسمه بنات افكاري مع استاذ محمود مرسي والنجمه الهام شاهين اخراج استاذ يحيى العالم فبعد الم... وانا اغلب مشاهدي كانت معاه كنت طالعه بنته فكان مثلا بعد المشهد اقول له ما تيجي نتفرج على المشهد كده على المونيتور يقول لي لا 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 ما بحبش اشوف نفسي يعني انت ما بتحبش تشوف نفسك مم. ايه اللي انت بتقوله ده ده انت انت قمر يقول لي بس يا بنت اسكتي بس عيب اقول له عيب هو بيتكسف وخجول و... وعملاق مم. يعني عملاق بجد استفدت منه كتير يعني الحقيقه الشهره عامله معاك ايه دلوقتي, دلوقتي, دلوقتي من ناحيه ايه عامه في حياتك وضع الشهره ايه في حياتك انا انا مشهوره من وانا عندي عشر سنين موضوع بقى يعني الحمد لله يعني متعوده عليه ما بقاش ولا بقى بيضايقني الحاجات اللي هي بتضايق انك مشهور في الشارع ف ولا بقى بيبهرني بحمد ربنا عليه الحمد لله رب العالمين ربنا اداني نعمه كبيره ولكن ما بتضايقنيش ان انا يوم مشهوره ونفسي بقى اعمل لنا لا 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 خالص انا ممكن ابقى نازله من البيت معيطه ومنفخه وحد يقول لي اتصور معاكي واتصور معايا ما بقولش لحد لا حتى لو انا منفخه وحالتي بالبال وخلاص انا اتعودت الحمد لله يعني ولا عندي انبهار ان في ثلاثه اربعه في الشارع هيتلموا عليا طب ما انا الحمد لله يعني ده قصدي خلاص انت حاجه بتحصل لك كل المشاعر والاحاسيس الحلوه او الوحشه حصلت. حصلت خلاص. اه خلاص. مالك في بعض الفنانات ويمكن اكيد سمعت الموضوع دوت ان هو بيرفضوا التصوير مع شخصيات آه، طبعا فيش... اعرف زملاء كتير اه. آه. يقول لك انا مش في احسن حالاتي فالصوره دي هتنزل على السوشيال ميديا فالموضوع هيبقى آه. مش انا ما اقدرش اقول لحد لا وعملت كده بقى قلت ايه انا هتغير انا لازم كده ما اجمد كده وابقى زي النجوم كده والزملاء و... ولما ابقى مثلا باد مود او مثلا بعرج او اي حاجه او شعري منكوش حالتي حاله اقول لا أو معلش مش هينفع وعملتها مرتين يا تام وديني فاكرهم لحد دلوقتي مش هتساهم ابدا طول عمري وزعلانه من نفسي وندمانه ان انا قلت للاتنين دول لا م. يعني مرتين على مدار شهرين مثلا ولا م. حاجه وحاسه بندم مروحت البيت ومتضايقه متضايقه ان انا قلت لحد لا ما اقدرش مش شخصيتي يعني بتحس انك بتقابلي حبه بحاجه أوه. تانية هو مش متوقعها وهو مش يعني مش ذنب ما اعرفش ظروفنا ايه بالظبط بالظبط طب شايف انك اخدتي النجوميه اللي تستحقيها دنيا هقول لك على حاجه م. هو ربنا مقسم كل حاجه في الدنيا دي صح ونعم بالله تمام م. يعني يمكن انا ما خدتش حظي م. وحقي في شغلي بال بالشكل اللي انا كنت أتمناه او يمكن انا عندي امكانيات اكبر من الناس اللي يعني كمنتجين او كمخرجين يعرفوها عني مم. تمام لكن اداني في المقابل ام مش زي ام اداني شكل كويس انا بحبه ما اداني آه قلب انا م بحترم قلبي جدا مم. بيحب كده عمال على بطال فهو بيديك حاجات وبياخد حاجات مش هيديك كل حاجه بقى يعني ما حدش بياخد كل حاجه يعني راضي على المرحله اللي انت فيها لا بحاجة. انا اكتر حد راضي انا م. لو مش راضيه كنت انتحرت بعد امي م. انا الرضا يعني الناس هي نفسها كانت بتتخض من كتر الرضا اللي عندي الحمد لله هل جوازك من مصطفى كان بسبب حب امك لي طبعا يعني ضمان ان امي بتحبه م. انا ضامنه لان انا لا يمكن كنت هقابل حد جديد وارتبط بيه وانا شرفني بقى كانت هتحبه ولا لا انا مش ضمني ما هو انها تحبه دي كان الاساس يعني ده كان اهم حاجه عندي ان امي تبقى بتحب يعني مش راضيه بيه بتحبوه بتحبه انت ومصطفى كنتوا اصدقاء؟ اصدقاء مصطفي اخر حد في الدنيا كان ممكن افكر م. ان انا وهو نتجوز وكنت بدخل عليهم البيت كده وانا راجعه من التصوير الاقيهم قاعدين بيغمسوا ملوخيه مع بعض في علاقه قويه جدا بينه وبين امي انا بحبها وبحترمها يعني م. وبعدين هو شبهها شبه, شبه عيلة امي اه م. لا انا قعدت عمري يقولوا لي هو قريبكم انا اخر كام سنه بقيت بقول ابن خالتي بقى عشان زهقت <applause> لسه هحكي لا ده من المقربين ده شبه امك جدا اه ونفس نفس البونز ونفس العنف في الاخر يقول هو قريبكم ابن خالتي خلاص بقى حتى في المستشفى في اخر كام يوم الدكاتره بيتعاملوا مع مصطفى على انه ابنها يعني بيندهوه عشان يقولوا بقى التفاصيل والتطورات يعني مصطفى عاش معاك طبيع. المراحل دي كلها مصطفى ماسك ايد امي لاخر لحظه انا ايد وهو ايد هي مشيت وهي ماسكه ايدينا احنا الاثنين وساعتها ما كانش في بالك خالص مصطفى نهائي ولا انا في بال ولا في الكلام ده خالص انتوا صحاب فقط صحاب فقط بس هو طبعا مرحله جودي وقف جنبي واقفه ما فيش ما فيش حد كان مصدق الوقفه دي يعني اللي هو وقفها بصراحه انا ما اعرفش ووقفها عشانها أنا... مش عشاني هو بيحبها ودي حاجه يعني كبيره عندي جدا جدا فكرتوا في الارتباط ازاي وامتى ايه اللي حصل ولا اعرف حاجه تاخدت على اخوانا كده انا ما اعرفش حاجه <applause> آه بعد آه سنة ونص تقريبا أو آه سنة ونص آه أنا اتفاجئت بيه جاي سوريا وأنا هناك م. وبيقابل آه بيقابل أهلي بيتقدم لي هناك م. فأنا هو جه قلت له إيه وبتاع قال لي أنا جاي عشان أطلب إيدك قلت له إيد مين؟ م. أنت ب أنت بتقول إيه؟ م. قال لي والله العظيم جاي أطلب إيدك قلت له أنت هتهزر بقى مصطفى و... يعني م م يعني ما توقعتش خالص وبعدين هو قال لي انا ما واجهتكيش في مصر لوحدك عشان عارف ان انت كنت هتهربي فانا جيت ازنقك هنا مع اهلك وبتاع ف حصل بقى مصطفى من اطيب الشخصيات اللي مش محتاجه كتير تعشية عشان تعرفي ان هو طيب. ايه احلى صفه في مصطفى؟ واسوأ طبع ما بينكم؟ اسوأ طبع ان احنا الاتنين عصبيين. اه ف آه... آه... مفيش حد بيشد حد احنا الاثنين بنهب فجأة آه... لكن مصطفى غير انه طيب طبعا هو طيب هو في ميزه مهمه جدا ومن زمان بقول له عليها من واحنا اصدقاء يعني هو في حاجات مني ومن امي كده مهمه جدا بيحب الخير للناس دي حاجه انا بحترمها جدا فيه يعني بيتبسط لما يلاقي حد بقى كويس جاب عربية غير يعني في الخير للناس ده أنا ما بشوفوش كتير الحقيقة يعني مش كل الناس ناس بتضحك لك من بره وتقول لك مبروك وتلف وشها يا عالم لا هو قلبه حلو هو سويت هارت يعني هو بيحب الخير للناس وبعدين صاحب صاحبه يعني يرد غيبتك يعني لو هو صاحبك يرد غيبتك فهو عنده صفات الرجولة والجدعنة والحاجات وال... اللي هي مش مش دايما بقت موجودة في الزمن ده مصطفى ساعدك قد إيه في المرحلة اللي انت فيها في حياتك انك تطلعي من قصة الحب الكبيرة بعد جودي أنا العارف. ما طلعتش بس هو بيحاول طول الوقت ان انا لما اقع يقوم جايبني كده تعالي يا بنتي نلحقك <applause> <applause> نجيبك تاني كده نفوقك <applause> يعني هو عايش طول الوقت في حاله انه بيحاول ينتشلني من الضياع لإن أنا بروح وباجي طول الوقت يعني أنتِ لسه بتخش في مرحلة اكتئاب أو في على مرحلة على طول قزب. لا لا ده كل نص ساعة يعني هو أنا أصلي طول الوقت عايشة على إن أنا بصور ورجع لها ف فلما ب... يعني ده اللي في خيالي يعني الحقيقة فلما بكتشف إن ده بجد إيه دا؟ فبنهار فبنبتدي بقى النقطة من أول وجديد فهو طبعاً محدش كان هيح يفهم ولا يحس ولا يقدر بالعلاقة دي إلا حد عاش العلاقة دي دفع. يعني أنا مهما أحكي لك أو مهما أحكي لحد ما يعرفناش مع بعض أنا وأمي آه مش هيفهم م. حتى هو مثلا أو من 12 سنة أول ما بقى صديقي وتعرفنا على بعض وتعرف على جودي بينه وبين نفسه جه قال إيه ده الأوفر ده م. بينه وبين نفسه يعني لحد بقى معاش القصة قال لي أنا 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 بقيت أنا علاقتي بأهلي تحسنت بسبب كنتي وجودي <applause> يعني فاللي يعيش قصتنا هيفهمها يعني بحافظ على أوضة جودي زي ما هي لغاية دلوقتي؟ طبعا كل حاجاتها ازاي؟ دخليني الأوضة كده قولي لي شكلها ايه وانت محافظة عليها ازاي؟ أوضتها وسريرها تلفزيونها نضارتها آه آه الاباجوره بتاعتها آه التوكه بتاعت شعرها فرشه اخر شبشب شب لبسته قبل ما تنزل من يعني كل 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 تفاصيلها كل الحاجات طبعا الا لبسها انا اعمل كل حاجه بعمل كل حاجه ربنا يقدرني عليها يعني لكن لبسها موجود وحاجتها وكل حاجه لا ده ريحتها فيها وبدخل وبكلمها وبحكي لها و... و وبت... مين اللي بينظف الأوضة دي؟ أنا الأوضة دي محدش يدخلها غيري. يعني ما... أي حد ينظف البيت كله لكن الأوضة دي أنا. وأنت اللي بتغيري الملايات؟ وإنت أنا كل حاجة. لغاية دلوقتي محدش بيخشها؟ أه محدش يخشها. بدخل مثلاً حد يقرأ لها الفاتحة من اللي هي كانت بتحبهم قوي م. مش أي حد معدي كده يقول لي دخليني أوضة جودي يدخلها، لا. اللي بتحبهم قوي بدخلهم الاوضه. امم سايبه التلفزيون على اخر قناه هي كانت بتتفرج عليها كل حاجه كل حاجه يا يا دنيا مم. ده صعب انت انت بتصعبي الموقف على نفسك يعني لا لا انا بتبسط كده بدخل كل فتره حتى اقعد ادعبس بقى في الصور اللي عندها مش الصور اللي في البيت بقى لا اللي في الحاجات بتاعتها الخاصه يعني ماشي انا عندي فضول غيرتي ملايه السرير وال... ولا سبتي كل حاجه زي ما هي لا غيرتها غيرتي يعني لكن أصل... ال ال ال, ال اخر بطاطين كانت هي متغطيه فيها دول ما اتغسلوش لحد دول, دول لسه اسالك آه. هل انت عايزه تحافظي على ريحتها اه اه موجودين كل دول اه موجودين بصي آه الحب ده في آه شعر ليها في الفرشه بتاعتها مش موجود اه مش في حب بنقابله في حياتنا لما بنحكي عنه بنعلم الآخرين ممكن نوصل لمرحلة الحب دي. الحب ما بين الأبن وأمه أو ما بين البنت وأمها هو حب عظيم. لكن ممكن يبقى ذكرى حلوة لكن أنت مصممة إنك تعيشي قصة الحب دي على طول حتى بطل قصة الحب دي مش موجود معاكي. موجود والله. صدقني موجود ده بيحصل حاجات تخض ما بيصدقوهاش. طول الوقت تفاصيل كده تطلع لي يعني ابقى نازله منهارة حاجه مضايقاني ايا كان بقى ايه امشي الاقي آآ آآ توك توك مكتوب عليه جودي حاجات كده والله العظيم طول الوقت توك توك يكتب جودي ليه يعني <applause> <applause> حاجات كده طول الوقت ملحقاني كده بحس انه في تفاصيل كده بتحصل ربنا بقى بيعمل حاجات يهديني طبطب عليا لكن موجوده طيب تعالي نتكلم على الحياه الزوجيه اخر حاجه طبختيها لجوزك ايه انا عارف مصطفى يحب يروح يصطاد على المركب ويجيب آه سمك عارف. اه بتعملي سمك لا بص تامر هو انا ما عملتش غير اكله واحده <applause> هي يعني مش اخر هي اول واخر كانت جامده جدا ما تضحك بقى على فكره هو ان انا اعملها هو تاثر جدا والله هو أو ما صدقش ده معناها ان انا بحبه قوي يعني آه. انا ما بعرفش أنا الملح من السكر مش آه. يعني تفهم ده آه فاهم والله بس اصلا بقول اخر اكله <applause> ده ايه هي اكله هي إيه اكله فريت <applause> الموضوع اختصرناه بسرعه <applause> كنت مستني اجابه بس مش تعرف ايه الاكله آه <applause> الاكله صعبه جدا يلا ايه, إيه. وبعدين آه. هو انا اصلا لما حد يعلمني ما يقولوليش هاتي حله حط فيها ميه ومش ايه ده آه. حل قد ايه وميه قد ايه وانا مش عرفني عارف التفاصيل دي وانا اعرفها منين يا منيني حبيبي هو يعني في خبره اصلا عشان <applause> بقى... ما يبقاش في تفاصيل انا عملت المكرونه بالبشاميل والله كنت عارف انها مكرونه صدقيني ايه عاديه كده المكرونه دي بالبشاميل هو انا ايه سلقت بيض ده مكرونه بالبشاميل <applause> ولحمه مفرومه ده فيلم عربي وعصقت اللحمه وع... بالظبط آه. دي ما كنتش فاهماها عصاجي قلت لهم ايه عصاجي يعني ما تعصجونيش يعني مش فاهمه ايه عصاجي دي عصق ايه في الموضوع يا بس عجبته جدا بجد. اتاثر ما صدقش بس أوكي. خلص خلصنا بقى وخلاص بس خلص. دي كانت سنه كام يعني في او في اي مرحله من الجواز يعني. بعد ما اتجوزنا يعني بست شهور كده ست شهور امم من سنه يعني من سنه مم. وهو دي كان ليها ظروف كان في مناسبه معينه ولا هي. أنا لا انا مخمخ كده آه. قرر يعمل حاله من الرومانسيه يعني انت قلتي برج العقرب انا كنت عايز برج عشان الناس بتخاف من برج العقرب ليه ما تقولوش ده انا فخوره يعني العقرب يا تامر العقرب راس وجسم وديل آه. انا في الراس. في الراس, آه. طيب ده لا سنتي في النص كنت بتتكلمي عن من اجمل الصفات انك تحب الخير للاخرين مم. الحمد لله بخبرتي وتعاملتي معاكي من القلائل اللي عندهم فعلا حب الخير للاخرين انا بقولها في وسط البرنامج دنيا انا كنت بعمل دور السنه اللي فاتت في مسلسل وكنت فرحان ونزلت البوستر بتاع الصوره اللي انا على اللي عامله لقيت دنيا نزلت بوست عندها على عن انستجرام وبتبارك لي وكانت فرحانه ليا كما لو كان انك يعني يعني فرحت اخت بأخوها طبيعي يا تامر يعني احنا لما بنحب الناس بنحب نجاحهم بنحب نفرح لهم بأي حاجة حلوة تحصل لهم يعني هو أنا مش مش يعني مش عارفة هو بس الناس ما بتعرفش تعبر قوي عن مشاعرها يمكن أنا بعبر عن مشاعري لا بس للناس تعبير. اللي أعرفهم تعبيرك وتعبيرك ووفائك وحبك للناس أعلى من ناس كتير احنا شفناها في حياتنا، وناس كتير احنا كنا عارفينها ده عشان انا انا اصلي لو ما بحبش ما بعملش ده، يعني مم. يعني انا مثلا حتى في الشغل لو ناس ما بحبهمش مش عارف اشتغل معاهم، يعني انا بعمل كل حاجه بحب، يعني ما عنديش حاجه اسمها والله ده شغلي ويلا واظبط الدنيا ونشت لا، يعني انا كل حاجه بعملها بجد. مم. عشان كده لما حد من صحابي بيطلع بيخذلني بعد ما بتضايق شويه بتضايق عليه اكتر. هو اللي خسر، هو اللي خسر حد حقيقي. مم. أنا كنت ببقى حقيقية جدا مع الناس، مم. يعني أنا طول الوقت حقيقية. فهو اللي خسر حد بيحبه بجد. مم. مش أنا اللي خسرت. بس. مين آخر حد خسرتيه؟ مش عايز أعرف أسامي أنا مش. عارف. خسرته؟ آه خلاص. خسرته. مم. خسرته. آه. آه صديقة عمر. بجد؟ مم. كم سنة كنتوا أصدقاء؟ لا لأ، كتير، من وإحنا عيال يعني. والسبب إيه؟ 30 سنة ولا هو؟ السبب إيه؟ أسباب بقى تراكمات كتيرة. مم. يعني, كتير يعني أنا كنت فاكره شخص طلع شخص تاني خالص. إيه الموقف اللي خليك تغيري فكرة كله مرة واحدة؟ إنه يعني جا... عايز يقلب اسمها إيه؟ يقلب الترابيزة؟ آه يقلب الترابيزة في عز ما أمي كانت تعبانة. مش مقدر الصبح؟ يعني مش توقيت أه مش مم. توقيت خالص وقلب ترابيزة وأنا عارفة اللي فيها و... فخلاص بقى مش قادرة لل مم. هل انت في الخلافات مع مصطفى كزوجه بقى بتهددي هسيب البيت وامشي انا يعني بتعبري عن غضبك بنكد ولا مش نكديه طول الوقت طول الوقت انا إيه؟ الحمال اجيب السؤال يمين وشمال اديكي فرصه تقولي لي حاجه تانية طول الوقت هي اكله واحده ايه يا دول طول الوقت في الخناق اه طول الوقت خلاص احنا مش هينفع نكمل خلاص آه. اه ايوه بس ده في الخناق تعال بقى في في اللطافه لطيفه آه. قوي ما انا بقول لك يا ابيض يا اسود ما عنديش رمادي يعني ما عنديش عادي كده يعني طول الوقت لازم اقعد اعاكسه واهزر معاه و... ما دام احنا كويسين بس لو مش كويسين سواد اه عشان انا يا متضايقه يا مبسوطه يعني ما عنديش اللي هو عادي دلوقتي احنا عادي، ايه عادي دي؟ ما عنديش ده دي مش موجوده في الحياه ما عنديش ده اخر حاجه عملها فرحتك قوي اخر حاجه عملها فرحتني قوي امبارح آه قعد قبل ما ننزل المهرجان يشغل لي في اغاني حب وغرام وكده بجد اداني طاقه كده اه هو عارف ان انا نازله ورايحه وعندي مهرجان وهقابل ناس كتير وبتاع فاداني دفعت حلح. طاقة إيجابية كده شوية الله يبارك فيك لأن أنا بحب المزيكا آه. فهو عمل ده عشان عارف إن أنا بحب ده مم. يعني مش مزيكا في المطلق مم. هو عارف إن أنا المزيكا بتظبط لي مودي مم. طول الوقت مم. يعني أنا من الأشخاص اللي لو متضايقة بسمع مزيكا وأرقص مبسوطة أسمع مزيكا وأرقص كده يعني مم. فهو عارف إن ده بيسعدني يعني ما ينفعش تكوني معايا وما اسالكيش عن مداح ومنال يعني ده لازم نسال السؤال ده على فكره حبيب قلبي لا يعني منال بخاف منك قوي <applause> <applause> كنت بخاف منك قوي آه. والله فاكره احنا اول سنه اشتغلنا مع بعض وما كناش يعني اتقابلنا كتير او ما تعاملناش كتير عملنا اول حاجه مشهد الصوره السيلفي دي في آه. الجزء الاول في آه. الترب بالظبط المقابر, المقابر صح؟ المقابر صح احكي لي عن منال منال نجاحها ودورها على مدار المراحل دي كلها في المداح اخر فتره واخر جزء بتالي كان دور صعب قوي يعني دنيا وخصوصا انك تعملي ان الزوجه اللي اتجوز عليها جوزها وفي نفس الوقت عرفت تتكيف مع الوضع وفي نفس الوقت يعني وقفتي مع جوزك حتى وهو بعد ما اتجوز عليك هي منال كلها فيها نقلات كتير يعني منال في الجزء الاول بتعمل عمل لاختها منال في الجزء الثالث بيتعمل لها عمل ف... فإحنا شايفين منال في طول الوقت تطور من واحده كان عندها مشاكل نفسيه تجاه اختها بسبب تربيه ابوها عنيفه جدا عايزه اي حاجه في ايد اختي وخلاص أه... الى ان بتتهد بعد موت ابوها ولما بتحس انها عيانه بمرض وحش وبتكتشف انها كويسه بنلاقيها بقى في الجزء الثاني تهدد خالص و... وكنت كده و... وطبعا حسن مم. الزوج الجميل خالد سرحان حبيبي آ... آ... طول الوقت أبسن داونز معاه وفي حالة آ... هدوء نفسي إلى أن بقى بيلعبونا بقى هي حامل مش حامل هتخلف مش هتخلف جينا بقى في الجزء بتاع الدرة ده ودخل عليها بدرة طبعا صدمة كبيرة وانها تبقى طوعها بتشتغلها بتعمل فيها اعمال ومطلع عينها ده انا في ناس كانوا بيتفرجوا على المسلسل والله العظيم يقولوا لي كنا واحنا بنتفرج على الحلقه نقول لك العمل تحت السرير العمل <applause> تحت السرير فوقي فوقي <applause> فرانيا طبعا فريد شوقي عملت دور عظيم عظيم الحقيقه جميله فالحمد لله المداح على بعضه كده بناسه بالكرو بتاعه بكل حد من اصغر حد لاكبر حد أنا بحبه من قلبي وقلتها قبل كده إن أنا بشتغل من إن أنا عندي 10 سنين من أكتر الكواليس اللي استمتعت بيها كواليس المداح الحقيقة كواليس المداح كواليس فعلاً مبروكة اه <تصفيق> 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 كله سحر وشعوذة وجن وعفاريت أنا ما شفتش الكلام أنت شفت لا ولا انا آه كل شويه يقولوا لي حصل لك حاجه شفتي حاجه ممكن يبقى الزملاء شافوا انا ما شفتش الحمد لله ده سنين استغربت تصريح بعض الزملاء يقول لك شفنا واتلبسنا و... اه ومش عارفه حصل ايه وكنا بنصور فين سمعنا ايه انا الحمد لله امبارح ب... بي... بيعملوا معايا لقاءات مصممين ان لا معقوله في المدح وما حصل لكيش حاجه اقول لهم ايه والله ما حصل لي حاجه انا بقى لي ثلاث سنين ما حصل ليش حاجه زي الفل آه. بس بؤمنه بالسحر يا دنيا؟ آه يعني اه في سحر طبعا لكن انا حطش الكلام ده في دماغي خالص طب هل انت تعرضت لموقف ان اكتشفت ان حد عمل لك اه انا ياما شفت حاجات في بيتنا يعني مش عارفه ورقه تفتحها تبقى فيها حاجات قد كده ومكتوب فيها ايه ومرمي ايه هنا ومر كتير في الدراسه اه كتير امي كانت بتلاقي طول الوقت حاجات هو انت بيت في ناس كتير بتخشوا اه ناس معارف يعني مفيش حد غريب. آه ولكن اللي, اللي بيحصل ان احنا بنقعد نشغل سوره البقره وخلاص بس. انا بالنسبه لي اقرا قران واسيبها على الله. ما ب... ما بوجعش دماغي بقى ومين عمل ومين سا يعمل يعمل سوي, سوي وايه اللي هيحصل دي بتاعت ربنا. ما بشغلش بالي خالص. يعني ما بتقوليش مثلا انا <applause> حصل لي ده عشان حد عمل لي سحر لا 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 ما بتروحيش للنقطه دي لا, لا 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 خالص ما ب... ما بدخلش الموضوع في دماغي زياده عن اللزوم خالص ولا م. ولا بتاثر بيه سيبها على الله يعني الحاجات دي انا مؤمنه ان ربنا هو الحامي يعني ونعم بالله يا رب طيب اه، لو في ناس بنقابلهم في حياتنا وخ... هم الاساس <applause> <applause> لا مثلا مثلاً إيه؟ يعني انا مثلا حصل لي موقف غريب قوي مره ورحت لبنان وانا طفل يعني يعني كان عندي 18 سنه ودي كانت اول مره اسافر بيروت آه في الفندق اللي انا كنت قاعد فيه قابلت شخصيه ما اعرفش ده شيخ قال لي انت هتشتغل في مجال الاعلام وانا ما اعرفوش انا ما اعرفش مين اصلا ده انا <applause> اه كان الفكره دي ان في ناس بيكون زي المداح فعلا في الحياه بيبقى عندهم بصيره ايوه هل انت تعرضتي في موقف بالشكل ده؟ هل حد بشكل او بآخر تنبأ لك بمستقبل لكن ده بره الوسط الفني قبل ما اصلا تاخدي خطوات في اي لا لا مفيش حد ف, ف نتكلم على المجال يعني لا م. انه قال لي هتمثلي م. او وات ايفر لا هل حد قرا لك فنجان قبل كده؟ اه ونسيت قال لي ايه ومش بتركز وقروا لي كف ونسيت قالوا لي م. ايه مش مبركزش قوي خلاص. ما عنديش شغف للكلام ده قوي مم. يعني قال هو موجود يلا مم. بينا نتسلى لكن مع انه ممكن يبقى حقيقه مثلا مم. لكن مش مقتنع هل مقتنع ان في شخصيه المداح دي موجوده في الحقيقه؟ اه في ناس عندها بصيره ما احنا لسه قايلين آه. طبعا يعني انت مؤمنه بالفكره اه دي. طبعا 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 في ناس ربنا صرف لهم ونعم. وشفت منهم كتير، انت بتسألني هل انت قابلتي حد قال حاجه تخص انك هتبقي ممثله او م. كده؟ اه فقلت لك لا لكن في المطلق قابلت ناس واتكلمت معاهم عن حياتي وبلا بلا اه طبعا قابلت كتير اه طيب تعالي نروح لتصريحات تصريحات كاتليكي اتفضل مع الدردشه معاك على فكره أنا يعني أ... خلاص انا برضو متسلية جدا جدا ما ان ما... احنا في الليفنج جروب <applause> الموضوع اخد انا مش عايز اكون بس كمان عطلتك لا لا خالص هو في ثلث ساعه بس دي ليا عندك بعدين صح ما بينساش ندمت على فيلم الفرقه 16 اجرام ده فعلا؟ اه فعلا دي ليه؟ عشان كنا داخلين نعمل حاجه ولقينا حاجه تانية خالص ده ده بطوله سام كاريكا صلاح عبد الله استاذ صلاح عبد الله واميره فتحي مزبوط ده فاتح. تعلمت ايه من التجربه ديت في حد ذاتها ان انا ما أكررش اخطائي يعني اتعلم و... و... واقرا كويس وما صدقش حد وحاجات كتيره قوي يعني يا دنيا ده, ده, في... ده احنا في مجالنا ياما بيتقال حاجه بتخش تعملي حاجه تانية خالص على فكره بس عرفك. السينما بقى اه السينما بتبقى موضوع ده السينما ده يعني جرح كبير في القلب يعني السينما شخصيه نادين في ملهوش كبير استوحيتها من صديقه ليا اخدت منها كل حاجه طبعا ازاي يعني احكي الفكره دي, دي اكبر صدمه كانت او مش م. اكبر بس هي اول صدمه في حياتي يعني م. كانت صديقه ومقربه وزي اختي و... وكنا بننام في سرير واحد وكل حاجه انت عايزها يعني وطلعت طلعت زي نادين كده م. يعني اتوجعت كان اول وجع بقى اول وجع قبله حرارتي بقت 40 اسبوع اضطراب عارف عصبي واه انا بتاثر صحية. اه فانا شفت يعني الشخصيه دي وعمري عشان عارف انا حكياله فعمر محمود ياسين فلما كتب بقى كان عارف بقى الشخصيه اللي انا حكياله عنها كويس يعني لكن مش بتفاصيلها يعني مش خدت اخويا أنا وخدت جوزي ولا خدت جزء متجوزه ولا <applause> ولا عندي اخ بس لا بس هو ده في جزء درامي بس آه فكره الغدر وفكره آه الفكرة آه الخيانه آه تيجي من اقرب آه الناس اه اه هي مؤمنه بالفكره دي فعلا يا دنيا ان الغدر والخيانه بتيجي من اقرب الناس لينا اه بتحصل كتير طبعا ده حقيقي حصلت في حياتك كم مره كتير, كتير كتير اه لست افضل بنات جيلي ليه قلتي كده ما قلتش كده نو يكتبوا مكتبين لي هم ما يكتبوا عايزين اوكي أه قلت لاي عيب مع انها تقاليد وده مش صح ان احنا نكتب قايمه في الجواز. هو انا مش عارفه القايمه دي اللي هو انا اقعد اكتب شوك وسكاكين وكده. كي. <applause> 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 هي كده والثلاجه والغساله والدولاب وتسريحه. كسف انا كده في الكلام ده ما ما كتبتيش قايمه؟ لا ما كتبتش قايمه. خالص؟ لا. ولا مقدم ومؤخر؟ لا في مقدم مؤخر بس قايمه لا. مؤخرك كام؟ انت مالك؟ <applause> لا أنا عايز أعرف وصلت لغاية فين؟ الصداقة المسمى بيننا الصداقة المسمى بيننا <applause> أيوة. أوكي يعني يعني في مقدم والمؤخر أه بس القايمة لأ أيوه قصدي إنه يعني العروسة م. عندها أهلها بيطلبوا طلبات آه. إن دي هتتجوز م. أوكي آه فعايزين كذا عايزين كذا يا أه يا لأ يعني نقدر لكن فكرة إن أنا أقعد أكتب بقى الملاية السوداء <applause> والبشكير الاحمر والشوكه الزرقاء يعني الموضوع اخد معرفش يعني هو هو يمكن يبقى صح انا مم. انا بقول اي كلام بس دي وجهه نظري انا اتكسف اتكلم انا عن ملاحه وآ واللي بدق بيها الثوم و... والهون والحاجات طب انت شرطتي على ايه على مصطفى وقت الجواز؟ ان انا اقعد في بيت امي ده كان الشرط اه ده اهم شرط وطلباتك الشخصيه كانت في انهي محور؟ محور 26 يقول ايه المحور ايه؟ ايه المحور؟ ايه, إيه؟ طلباتي؟ عاوز ايه؟ قول لي طلباتي جيبهولك تساله؟ <applause> لا يعني مثلا قلتي انا عايزه مقدم كذا وعايزه شبكه كذا، هل انتي رحتي للتفاصيل دي؟ عايز ارقام يعني؟ <applause> لا مش عايز ارقام لا آه هل عايز اعرف ان دنيا شرطت لشروط معينه ولا لا احنا مش محتاجين نخش في التفاصيل دي كلها لا انا كنت ما عنديش طلبات كبيره يعني غير ان انا كنت عايزه شبكه محترمه يعني يعني انت كان في بالك ده اه وكان الشرط الاساسي انك تكوني قاعده في بيت والدتك اه اه ده كان اهم حاجه بس كتبتي قلتي في تصريح ليكي تعرضت للخيانه ودي حقيقه خلافي مع امير قرار مفيش خلاف اصلا مع امير قرار امم ما الكلام ده خالص مفيش الكلام ده خيانه وامير قرار هل كان في خلافات بينك وبين امير قرار خالص ما الكلام ده خالص هسألك كم سؤال وتعالي نرد بكلمة مختصرة ده أنا بحب مسلسل حواري بوخارست سوري يعني آه. آه من أكتر المسلسلات اللي بحبها كان حواري بوخارست مع أمير كرار مم. مفيش أي خلاف هيكون لا ما ممكن خلي بالك في ممكن بعض الأخبار بيبقى عنوانها غير الخبر نفسه بقى ممكن بيعملوا خبر من نوع من انواع إن هو يكون عامل جذب يعني فما لا مفيش حياتك في الوقت الحالي حزينه ام سعيده؟ راضيه ايه سبب سعادتك في الوقت الحالي ايه مصدر سعادتك يعني اقول ولا تقولوا مجنونه <applause> اي حاجه ممكن اعملها احس ان انا بفيد بيها امي وهي مش موجوده يعني اكبر سر في حياتك مين يعرفه كانت هي طب ودلوقتي مفيش سر قوي يعني هتلاقي مصطفى مصطفى يعرف كل حاجه مصطفى كان الانتيم يعني اجمل هديه جات لك الوقف في اليومين اللي فاتوا جاب لي بارفانا بحبه اه مم. مصطفى مم. آه، مين اخطر شخص شايفاه في محيطك وبتحاولي تتفاديه اخطر اه يعني شايفاه انه شخص خطر خطر, خطر. من منطلق ان هو ممكن يضر ان ما كنتيش مركزه لي مش هتعامل مع ناس بالخطوره دي انا دلوقتي هو انا شاده الفيشه بقالي شويه يعني دماغي مش قادره تركز بعد التركيز الهستيري اللي ركزته ايام امي وتعبها بقاش عندي هذا التركيز اشوف مين اللي خطر مش عايزه اعرفه اعرف حد خطر ليه مش, مش حد في محيطك شايفاه خطر لا 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 خالص بالعكس الخطر مشي خلاص اكبر تسليه في حياتك كوتشينا كوتشينا بتلعبي كوتشينا امم تلعبي ايه؟ كان كان وترنيب وكده اكبر تسليه في حياتك الكوتشينه نقطه ضعفك في الوقت الحالي ما بقاش عندي نقطه ضعف مم. يعني بس بشكل عام نقطه ضعف في الناس العواجيز يعني اي حد عجوز بهر قدامه هسألك كام سؤال وتقولي لي لو تعرضتي للموقف ده هتتصرفي ازاي؟ اوكي او ممكن تكوني تعرضتي له مم. جالك تهديد قبل كده على موبايلك؟ اه جالي بجد؟ من مين أما يعني يعني في اطار الموقف انا مش عايز اعرف تفاصيل شخصيه بس انا عايز اعرف اطار الموقف وتهديد بايه أنتي انت خضتيني على فكره انا انا بقول لك لو اتحرك <applause> ايوه لا إيه ده من زمان قوي من زمان عشان انا عشت فتره كده مش مش لطيفه بس ما فيش ناس تعرف عنها حاجه برضو <applause> اشتهى انا وماما برضو لوحدنا وعدت بسلام الحمد لله خلصت من من شخص مش متزن فخلاص خلصنا ده كان معجب بيكي ده كان كان مرتبط بيا وهددك بايه بانه يشوه وشي وعملتي ايه سبتها على الله ما عملتيش اجراء قانوني <applause> اخطر عدم تعرض لا ما كانش ينفع له ما كانش ينفع مم. هو كان اخطر من كده مش انت لسه بتسالني قلت لك الخطر مشي خلاص مفيش خطر آه. فنانة أو فنانة اتعصب على خشبة المسرح وضرب زميله بالقلم، موقف وسمعناه ومش عايزين نتدخل <applause> لما يكون في خلاف مع الزميل توصل لضرب بالقلم؟ لا مش مقبول لا مش مقبول ضرب ليه أضرب؟ يعني ما توصلش لكده يعني م. ما يصحش ما يصحش وبعدين يعني أنا مش بتكلم عن الموقف ده م. بشكل عام لو أنت غلطان فيا وأنا عملت فيك كده طب ما الفعل أعنف يعني رد الفعل أعنف من الفعل ب مرة، مش طبيعي تضربني بالقلم أقوم مطلعة مسدس ضربك بالنار، يعني فأنا قصدي إن ضربة القلم دي مش أيا كان اللي حصل ليه ألم يعني صحش لو مع الوقت ظهرت لمصطفى زوجة تانية وأنتي منال كانت في تالت زوجة يعني كان في زوجة تانية دخلت عليكي هتعملي إيه؟ لا هو مش هيظهر لمصطفى زوجة تانية أحب الزوجة دي أنا أحب الصوت بص أنا, مصطفى. بس أنا آه. مصطفى الصندوق الأسود بتاعه م. فأنا عارفة كل حاجة يعني أنا آه. عارفة كل الماضي آه. أنا كنت الأنتيم آه. يعني هو لما كان بيبقى مرتبط أنا كنت ببقى شايفة هو مرتبط بمين فاهم و... ف... فخلاص بقى الحمد لله هو خلاص كده ختامها مسك تقلقش اخر مرة قابلت مصطفى قابلتوه مصطفى بيقول لي اجمل حاجة في الدنيا ان انا واحنا خارجين مع بعض بحس ان انا خارج مع صديقة حتى لما بنشوف بنت حلوة تقول لي شايف البنت الحلوة دي لحد الوقت طبعا لحد دلوقتي طبعا اكيد يعني... لما بلاقي بنات حلوة بقول له بص في بنات حلوة طبعا م. طبعا لازم يتبسط آه بس مش غيورة وتقفشي <applause> خالص آه. يعني آه آه بالعكس لما بشوف حاجة حلوة ببقى عايزة اوريها له إحنا أصحاب، إحنا أصحاب جدا وعارفة، يعني عارفة إحنا عارفة إن هو هيبص على حاجة حلوة وخلاص يعني مم. مش يعني ببقى عايزاه يبقى مبسوط والله أنا عاجبني الثقة مش هيظهر لمصطفى زوكة تاني لا, لا طبعا أكيد ما تقلقش <applause> جالك عمل وبالنسبة ليكي كان حلم وتحقق أول يوم تصوير اتقالك آسفين جبنا ممثلة تانية في المرحلة اللي فيها دنيا دلوقتي هتعمل إيه؟ <applause> هروح البيت اعيط واتضايق يا سلام اه طبعا ما فيش موقف آه لا 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 في لا ده؟ خالص بجد م. نهائي يعني انا المواقف فهاي انا م. انا المواقف بعملها مع اللي بيني وبينهم عشم م. يعني هتلاقيني اجريسيف وبزعق وباخد حقي من القريبين مني م. في عشم لكن في المطلق تطلقني كده في الحياه ده انا مرة شغالة نيجيريا زعقت لي دخلت اعيط. فأنا ما تسيبنيش في في الحياة أه أه هعرف اتعامل خالص لا لا, لا. هروح واعيط و... مش عشان الدور اعيط عشان الموقف م. هتكبس يعني. في ناس في الحياة دلوقتي بيأذونا ويطلعوا يقولوا انت اللي قذيت. دول كتير. اه طبع. وبيستخدموا ادوات غير شرعيه سوشيال ميديا بقى صحافه صفراء ايا كان. مم. لو تعرضتي للموقف ده في الوقت الحالي هتعملي ايه؟ انا بكره الظلم جدا بقى. مم. يعني دي اكتر حاجه بكرهها في الحياه. مم. بس ما دام وصلت بقى ان حد يشتري بقى ناس وسوشيال و... ميديا اعمل لهم ايه؟ اقول حسبي الله ونعم الوكيل، مش هعرف انا اقف قدام كيان زي سوشيال ميديا انك تخش بقى كميه بشر تخش تهاجمك هقول حسبي الله ونعم الوكيل ما عنديش بقى مش هيبقى عندي بقى لا انا هجيب ناس وتردوا لا 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 تعرضتي للموقف ده دنيا اتعرضت بس مش بشكل كبير قوي كده يعني بشكل حاجه على خفيف كده يعني تقولي لمين بقى حسبي الله ونعم الوكيل هقول لمين حسبي الله ونعم الوكيل لواحده من دمي ومن لحمي عشان وجعت امي قبل امي ما تمشي فبحاسبن عليها طول الوقت ما حاولتش تعتذر؟ تعتذر لمين؟ ما هي اللي اتوجعت مشيت ما حاولتش تكلمك؟ ما تكلمني انا ليه؟ هو انا اللي هسامح؟ هم. اللي اتوجعت مشيت من الدنيا فخلاص هي اللي كان ممكن تسامحها انا مستحيل اسامحها سامحها ازاي امي مش موجوده يعني امي اللي كان المفروض تسامح لو امي كانت سامحت انا كنت هسامح بتشوفيها لغايه دلوقتي هي مش موجوده في الحياه خلاص اه هي توفت لا ما. هي مش موجوده عندي يعني اه هي انتهت خلاص انت <applause> نورتيني ونورت الدنيا كلها حاسه ان انا قلت كلام كتير <applause> قوي قوي ده حاسه انه مفيش كاميرات اصلا لا والله بجد يا دنيا انا يعني <applause> احنا انا كنت فاكر ان احنا هنصور يعني فتره اقل انا <applause> انا مجرد ان ابتديت اقرا السكريبت في اخر 10 دقائق بس انا بقرا اسئله عم غير كده انا بدردش معاكي وعايش معاكي حاله احنا عايشينها مع بعض وانا سعيد وانا وانا حاسه ان انا بتكلم من قلبي قوي يعني وانا ما بعرفش احور قوي بس معاك حاسه بجد ان انا قاعده مع صاحبي في الليفنج روم وبفضفض له والله ربنا العظيم ربنا بسطت قوي قلبي. انا اللي بشكرك ونورتيني وسعيد بيكي و... وسعيد بالحاله اللي انت عاملاها واتمنى من قلبي وانا عايز ده يكون مسجل في برنامجي ان من قلبي اتمنى لك كل الخير وانا من قلبي بعزك وبحترمك وبحبك وانت عارفه ده يعلم ف... ربنا يعلم وانا كمان ربنا يوفقك في كل حاجه انت محترم ومهذب وابن ناس ربنا يخليك لله يا رب الجاي كله حلو يا رب وجودي عايشه معانا يا رب نتقابل في المداح بقى ان شاء الله يا رب, رب. نورتي يا